على بركة الله نتوكل ونستعين. متابعينا مستمعينا الكرام إلى فاضل أحييكم وأجدد بكم وبحضراتكم التحية والترحيب، مستمرين بهذه الانطلاقات، متواصلين مع هذه التحديات الخاصة في هذا اليوم بسن اللقاية وتحديات اللقاية من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة أقوى الميادين وأعتاها، لننطلق بانطلاقة ثالث أشواط هذا الصباح، شوط خاص باللقاية القعدان المحليات، لنتابع هذه الأسماء ولنتابع هذه الشعارات. أتابع أول المنطلقين، عناد على المركز الأول، خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي يتقدم بانطلاقة وحضور عناد، أحد الأسماء المميزة والشعارات القوية الذي أثبت تواجده في هذا الموسم وبكل قوة. المركز الثاني، أتابع كيفان على المركز الثاني، أحمد بن علي بن عيسى الكتبي يتقدم في هذه اللحظات، أو هنالك ملهم اللي على المركز الثاني، هادف بن حارب بن مغير الخيالي على المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما المركز الثالث، شاهين مبارك بن حمد بن محمد بن سبعين المحرمي ينطلق على المركز الثالث مع انطلاقة وحضور شاهين على المركز الثالث. بينما الدور والنقل والانتقال إلى المركز الرابع، ليتابع الشهم على المركز الرابع، علي بن سالم بن علي بن شرارة الاكتبي يتقدم على المركز الرابع مع هذه الانطلاقة ومع هذا الحضور. المركز الخامس، أتابع القادم والم ناصر بن علي بن حمد النعيمي يقترب بهذا الشعار على المركز الخامس. والمركز السادس، أشوف الانطلاقة والحضور من الفات وسعيد بن راشد بن سعيد الزرعي ينطلق في هذه اللحظات ويتحرك على المركز السادس. المركز السابع، مرمر هو القادم في هذه اللحظات، ناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي اللي قادم بشعاره ويتجاوز بدوره إلى المراكز الأمامية في هذه اللحظات بانطلاقته. المركز الثامن، القدوم من ضاوي إبراهيم بن سعيد بن سالم الدرعي هو المنطلق على المركز الثامن في هذه اللحظات، بينما الانطلاقة اللي على المركز التاسع ويحمل الرقم 9 نعم عشاق محسن بن مبخوت بن غانم المنهالي. والمركز العاشر، انطلاقتي وحضوري ملهم وحامد بن مصبح بن خميس النيادي. هذه الأسماء العشر الأولى، يا من تتابع ويا من تراقب الأمور والأوضاع، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصراع الثلاثي هناك على المراكز الأمامية بهذه الانطلاقة المميزة في شوط اللقاية القعدان المحليات. لمن سيكون الفوز؟ لمن سيكون الحسم؟ يا سلامي على هذه الأسماء وعلى هذه الشعارات، ولكن بن كداس وشعاره الذي يقدم المستويات الكبيرة، الذي يقدم الأداءات المميزة، ينطلق بانطلاقة وبحضور عناد. خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي على المركز الأول يهاجم الصدارة، يهاجم المراكز الأمامية. المركز الثاني، وصل ملهم على المركز الثاني، هادف بن حارب بن مغير الخيالي يهاجم الأسماء وينطلق بانطلاقته على المركز الثاني، ولكن بن سبعين بدأ يهاجم، والآخر بدأ يتحرك مع شاهين مبارك بن حمد بن محمد بن سبعين المحرمي. زادت السرعة مع المراكز الثلاثة الأمامية، الكيلو ونصف الكيلو هي ما يتبقى، يا من تتابع ويا من تراقب. والمركز الرابع، وصل مرمر على المركز الرابع، ناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي القادم على المركز الرابع بدوره. والمركز الخامس، وصل شعار النعيمي ليتحرك مع والم، والم هو القادم في هذه اللحظات، ناصر بن علي بن حمد
محمد النعيمي، والأسماء بدأت تقترب وبدأت تتحرك والوصول في هذه اللحظات. انطلاقة صياد محمد بن الصغير بن محمد المنصوري قادم بشعاره وشاهين. سعيد بن محمد بن حسن بالثيمة العامري يقترب أيضا، هو الآخر بهذا الشعار الكيلو متر الأخير وأجواءه وتحدياته ومنافساته. وبن كداس ما زال يسيطر على مقدمة هذا الشوط، ينطلق بن كداس بشعاره بحضور عناد، ما زال يعاند الجميع مع هذا الشعار المميز. عناد عناد خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي، هل يواصل على هذا المنوال وعلى هذا المسار؟ ولكن شوف الهجوم، بن سبعين على المركز الثاني وشعار النعيمي قادم وبكل قوة على المركز الثالث، ولكن الله، انطلق عناد وتحرك شاهين، شاهين بن سبعين انطلق في هذه اللحظات، ولكن والم اللي على المركز الثالث ناصر بن علي بن حمد النعيمي يتقدم بهذا المستوى، ينطلق بهذا الأداء الكبير. يا سلام على هذه الثقة، يا سلام على هذا الأداء، يا سلام على هذا المستوى الكبير. والم 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 للفوز وللانتصارات، والم والم يا النعيمي والم. مع هذه الانطلاقة ناصر بن علي بن حمد النعيمي يوم الأمس قدم لنا المجموعة، انتزعت الناموس في أشواط الحقائق، واليوم يقدم لنا والم وينتزع الناموس في أشواط اللقاية. مشكور يا سعيد العمري، مشكور أو الحجري، نعم الحجري من قدم لنا والم ناصر بن علي بن حمد النعيمي. تانينا والناموس على الفوز. المركز الثاني شاهين مبارك بن حمد بن حمد بن سبيان المحرمي، المركز الثالث كان عناد خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي، المركز الرابع كان مرمر ناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي، والمركز الخامس كان شعار بالثيمة مع شاهين سعيد بن محمد بن حسن بالثيمة. تانينا والناموس لجميع الفائزين، ولكن لكن والم من انتزع ناموس الشوط بتوقيت زمني وقدر في هذه اللحظات، هناك بشعار ناصر بن علي بن حمد النعيمي التوقيت 7:30، سبع أجزاء من الثانية. تالين والناموس يا مالك والم ناصر بن علي بن حمد النعيمي، ومشكور يا الحجري مشكور من قدم لنا هذا الشعار. المركز الثاني كان شاهين مبارك بن حمد بن محمد بن سبعين المحرمي، قدم هو الآخر أداء كبير، توقيت الزمن لحظات وصوله 7:34، ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، والمركز الثالث 7:35، ستة أجزاء من الثانية اللي كان على المركز الثالث. هنالك عناد خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي، تهانينا والناموس للجميع.